الفنون الكتابية، موسوعة دراسية لقداسة البابا، يغوص فيها بقلمه إلى أعماق كلمة الله بالكتاب المقدس، مظهراً ما فيها من صور جمالية متنوعة رائعة ومدهشة، شروحات، تفسيرات، وتأملات أبائية بمنهج علمي متقدم وبأسلوب عصري شيق، مزود برسومات وصور وجداول توضيحية عديدة، ويشمل ما بين الفنون الأدبية المقروءة والمسموعة والفنون الجمالية المرئية والملموسة. كتاب يوضح لنا كيف أن الكتاب المقدس أعظم وثيقة جمالية. الفنون الكتابية حالياً بجميع المكتبات المسيحية.